سلام غزالات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مقدين احسن الاوقات. هاد لا فيديو غنهضر على واحد النقاط محدوده على شي حوايج اللي ما خصناش نبرروهم للناس اخرين ولا سوقهم فينا بهذا المعنى. بلا ما نطولوا في لا فيديو، قبل ما نبدا غادي نستثني من هاد الاشخاص الوالدين، يعني الوالدين ديالنا نقدر نبرروا لهم كل شيء بدون استثناء. مي ابار الوالدين ما خشناش نبرو بزاف ديال الحوايج، واللي اولهم المظهر ديالك. المظهر ديالك اختي ما خاصك تبرري حتى واحد، يعني لباسك الا انت مقتنعه به ومقتنعه انه كيرضي الله سبحانه وتعالى ومعتقداتك ومرتاحه فيه، ما خاصكش تبرر الانسان واحد اخر. علاش؟ اللون اللي اختاريتي، لا تيكستور، لا مارك ولا ماشي مارك، كما كيقولوا جيشي شوب، جوطيه ولا ماشي جوطيه، ما خاص حتى واحد يدخلك في المظهر ديالك. هذاك جسمك، هذوك حوايجك، حتى واحد ما خاصو يدخلك في حوايجك كيف ما قلنا من غير الوالدين. هذيك حاجه اخرى، والمهم انك تكوني مقتنعه مع راسك ومع الله سبحانه وتعالى انك ترضي ربك ومتصالحه معه. ندوزو للنقطه الثانيه، بعد المظهر كاين مستوى التعليمي. ما تبرر لحتى واحد مستوى التعليمي ديالك، سواء خارجه من سابع ولا شاده دكتوره ماستر جو سي با كوا، ما خاص حتى واحد يدخليك في التعليم ديالك. هذيك مجهوداتك انتيا، حياتك انتيا، قرايتك انتيا. شي واخا تكوني في ان اونتروتيان وتحسي ان الانسان كيدخلك في النيفو ديالك بطريقه احتقاريه، ولا كي غير ماشي احتقاريه ولكن يقدر يكون غير شنقول لكم تبرقيك شويه، ولا بغي يدخل لك في النيفو ديال القرايه، ستوب. غير بالفن، حتى واحد ما عنده الحق يدخلك في قرايتك ولا النيفو ديالك فين واصله. هذيك قدرات كل واحد يوصل فين ما بغى. النقطه الثالثه، علاقتك بربك. حتى واحد ما عنده الحق انه يدخلك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بيان سور كاين اللي كيعطي النصائح، ونصائح بالحسنى وبطريقه زوينه كتدخل اصلا للخاطر، ولكن كل واحد عنده بهذا المعنى قبره غيتقبر فيه. الا كان الانسان غادي ينصحك بالتي هي احسن وبشويه، ولا شافك نهملتي صلاتك ولا درتي شي حاجه يعطيك نصيحه، ولكن ماشي تدخل على اساس كيتحكم في علاقتك مع الله. حتى واحد ما كيعرف اشنو ما بين انسان والله سبحانه وتعالى، حتى واحد. قدر انسان كيبان لك انسان عادي وراه مع الله سبحانه وتعالى راه شي خير كبير، وكاين انسان اللي كتلقاه يبان لك ملتزم ولا جو سي با كوا، ولكن راه الله اعلم بينه وبين اللي خلقه. يعني علاقتك مع الله حاولي تطوريها، حاولي تصلي صلاتك، حاولي تأدي فرائدك، حاولي تطيعي الله، حاولي تهضري مع الله سبحانه وتعالى في صلاتك، من غير صلاتك الاذكار، ولكن حتى واحد ما عنده الحق يتدخل. تدخل ماشي هو النصيحه، تدخل شيء اخر. ندوزو نقطه واحده اخرى، وقتك الخاص. كاين الناس اللي ما كيقدروش يحسوا ان بدا الصداع. كاين الناس اللي ما كيقدروش يقول يحس انه عنده حق في وقت فراغ ولا وقت استجمام بعد معنى، ولا انا يمكن نجلس مع راسي. كيبقى يبرر للناس علاش هاد النهار عنده خاوي، لحقاش غيدير هذيك الحاجه الفلانيه ولا هذه الفلانيه، سورتو في الخدمه. لي باترون كيتعاملوا شي مرات مع لي فونكسيونير على اساس انه داك النهار بحال عاطيه ليه من عنده، هو راه جوغ دو كونجي ديالو من حقه، حتى الا بغيتي تعطي لي جوغ دو كونجي خاصك تخلصو فيهم. ولكن الناس لحقاش انت تحيلتي لوتر باغ انه تتبرر ليه غادي يطلع للفوق. نو، هذاك وقتي، راحتي، وقت نعاسي، وقت استجمامي، وقت الخروج ديالي، وقت السبور ديالي، وقت ماشي كلشي خدمه، ماشي كلشي التزامات، ماشي كلشي. يعني ماشي لابد تبرري وقتك لاي واحد اخر، هذاك وقتك ومن حقك. نقطه واحده اخرى، الاكل ديالك. كاين الناس اللي كيدخلوا واحد التدخل خايب في الاكل الناس اخرين. كتلقى وحده رقيقه كتعرف وحده غليظه، ولا وحده غليظه كتعرف وحده رقيقه في اكلها وفي هذه. كل واحد عنده فمه باش ياكل اشنو بغى. ياك ما حد الانسان ما كيشري لك، ما كيطوف بك، وحتى اللي خدالك بلا ما يمنن ولا يتدخل. هذيك شروطك انت، كتاكلي هذه الحاجه ما كتاكليهاش، يعني
هذاك اختيار ديالك، كل اللي بغيتي وما تبرر حتى واحد علاش غتولك شوكولات بزاف، ولا علاش كتعجبك المقليات بزاف، ولا علاش جو سي با كوا. انت مسؤوله وما تبرر حتى واحد الاكل ديالك. نقطه قبل الاخيره هي اسباب خلافاتك. كاين الناس اللي كيتدخلوا ماشي لحقاش غيبغيو انهم يدخلوا خيط بيض كيف ما كنقولوا، لا كيبغيو انهم غير يتدخلوا في الخلافات باش يعرفوا اش بينك وبين فلانتا، وعلاش هكا، وعلاش درتي لها، وعلاش دارت لك، وعلاش. يقدروا ما يدخلوش تدخل خايب، ولكن كاين تدخلات كتحسب الانسان غير في واحد لا كيوريوزيتي يتدخل. هي اختي ما عند حتى واحد الغرض لا تقولي ليه علاش انت مدابزه مع فلانتا، ولا هي مدابزه معاك، ولا الشروط المدابزه ديالكم، ولا لا 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 لا. الا مدابزه ما عند حتى واحد، بغيتي انتيا تفتحي المجال تعاودي هذاك اختيارك، ولكن ما تلوميش الطرف الاخر الا تدخل. ولكن ماشي لابد تبرري خلافاتك مع الناس وتقول لهم ها علاش، ولا انا راني مزيانه، ولا راه هما ظالميني. لا 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 لا، بيناتنا خلافات بوان فينال. ما تخلي حتى واحد يدخل لك في خلافاتك، هذيك حياتك. واخر نقطه اللي صعيب، راه كتجي ساهله، كتبان سهله، مي اكثر حاجه ما كيعرفوش الناس يقولوها هكا بكل طلاقه هي لا. لا شي فوا كتقولي لا وتبداي معاها شي تبرير، صافي ديك لا ما بقاتش بالقوه ديالها وبالمعنى ديالها. لا راه غير كذا كذا، لا راه ما يمكنليش لحقاش عندي ما ندير العشيه، لا لا اسمح لي، لا انا ما متوفراش، ماشي لحقاش عندي شي حاجه، ولا انت ما عندكش كديري تمشي، ولا ما باغاش، ولا ما عندكش الخاطر، ما لا سمحي لي مي انا متوفراش، سو با ديسپونيبل. لا ماشي لا انا عيانه نو ما تبرر حتى واحد لا ديالك، لا هي لا. وكوني اكيده الا قلتي لا هكا بكل فصحه واحترام مش ديك لا المدبزه، غتكون عندك واحد بحال كتكوني واحد الجدار ديال لو ريسبي اصبع اسكتي، غتولي لا ديالك عندها قيمه. نهار تقولي لا يوليو الناس يعرفوا ان فريمون لا ديالك لا، ماشي فيها تبريرات ومن هنا ومن هنا ومن هنا، نهائيا لا هي لا. هاد لا فيديو حسيت انه انا بحال كندابز مع شي حد، مي فريمون راه شوف تبريرات كتنقص من القيمه ديالك في وسط الناس، كتنقص القيمه ديالك وقراراتك في وسط الخدمه، في وسط الناس، تصحاباتك، تاهلك، كيف ما قلت لك الى الوالدين. الوالدين هادوك النعمه ديال الحياه ومصدر ديال الراحه وراحه البال والبركه في الدنيا، هادوك تبرري ليهم واخا ما عرف شنو، واخا تكون شي حاجه بسيطه بانال برري ماشي مشكل، ولكن الناس الاخرين تدعي حدود، شي الحدود هي اللي كتعطيك باوندريز، هما اللي كيعطيوك القيمه لراسك ولا كاباسيتي انك تبني راسك في وسط الناس. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم، عاودوها وعاودوها باش تدخلوا الافكار لراسكم، وحاولوا تطبقوا هذا الشيء مره مره مره، وغتشوفوا لا ديفيرونس ما بينكم وبين راسكم، وما بينكم وما بين الناس. يلا الغزالات، نتمنى ان شاء الله تكون هاد لا فيديو عجبتكم، حتى نشوفوا لا فيديو الجايه شنو فيها ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.